للمزيد من المتابعة والتفاصيل ينضم إلينا السيد صلاح مغاوري نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. أستاذ صلاح بعد التحية، قراءتك لهذه التطورات الأخيرة في قطاع غزة، هذا القصف العنيف على القطاع والانقطاع الكامل للاتصالات وخدمات الإنترنت وبدء الهجوم البري بالفعل؟ طبعا هو منذ عدة أيام وإسرائيل تحاول التوغل البري، وهذا التوغل الليلة الماضية والليلة التي سبقتها حدث توغل بري محدود. منذ قليل يعني تم الإعلان عن قطع كامل للاتصالات والإنترنت وخدمات الإنترنت عن كامل قطاع غزة، الأمر الذي يمهد بالفعل لعملية غزو برية واسعة. أعتقد أن القصف اليوم تجاوز الحدود التي يعني سبقت الأيام الأخيرة. القصف اليوم كان قصفا بحريا وجويا، وحتى القصف تم من خلاله التمهيد لما يمكن أن نطلق عليه التوغل أو العملية البرية التي كانت تستعد لها إسرائيل منذ عملية 7 أكتوبر الجاري. فأعتقد أنه بالفعل بدأ التخطيط لهذه العملية منذ فترة طويلة، وكانت الاستعدادات تجري، وكانت هناك بالفعل يعني العديد إطلاق العديد من الشائعات، منها أن المستشفيات التي تم قصفها كانت تحوي تحتها أو أسفلها مخازن للأسلحة لحماس. المستشفى المحمداني الذي تم قصفه اليوم، الجيش الإسرائيلي أعلن أنه كانت هناك بالفعل أسلحة لفصائل المقاومة. أيضا هناك تمهيد بأن مستشفى الشفاء هناك يعني مواقع أو مخازن للوقود أسفله، الأمر الذي يمهد بالفعل لعملية اعتداء واسعة على المستشفيات والأماكن الصحية. الآن العملية أصبحت واضحة، وأصبح الآن هناك استهداف شبه كامل، لأنه سبقت قطع الاتصالات قطع كامل للكهرباء والخدمات الأساسية. نعم. القوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم قصفت قصفا عنيفا كما أشرتم لمعظم المناطق في غزة، وكأنه يمهد لعملية غزو بري بالفعل. وسائل إعلام فلسطينية أكدت أستاذ صلاح أنه ما يحدث الآن، هذا القصف الإسرائيلي الذي تتعرض له غزة الآن، هو الأعنف منذ بدء العدوان على القطاع، رأيك في ذلك؟ هو منذ 3 أيام وإسرائيل كثفت عمليات الغزو، وأصبح عدد الضحايا يفوق كثيرا الأعداد التي يعني سبقت. يعني الأعداد الكلية كانت خلال يعني بعد يوم 7 أكتوبر تجاوز العدد وفقا لوزارة الصحة في غزة 7028 شهيدا، إلى جانب يعني تجاوز أعداد المصابين هذا الرقم بكثير. أعتقد أن الرقم مؤهل، لأنه تحت الأنقاض عدد يفوق 1600 يعني مختفي أو مفقود حتى الآن. التمهيد الذي أقدمت عليه قوات الاحتلال الإسرائيلية سبق هذه العملية اليوم بتمهيد خلال الأيام الثلاثة الماضية، كانت العمليات على مدار الساعة. طبعا القصف الإسرائيلي ممتد منذ يعني بدء الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، لكن في الأيام الأخيرة كانت العمليات يعني مبالغ فيها بشكل كبير. أصبح القصف يستهدف الكثير من المواقع في آن واحد وفي توقيت شبه موحد. المناطق قطاع غزة بالكامل أصبحت معرضة للقصف في أي ساعة. فأعتقد أن هذا تمهيد بالفعل لعملية غزو بديعة واسعة، ومهدت لها القوات الإسرائيلية منذ أيام بأنها يعني آلة الدعاية الإسرائيلية مهدت لهذه العملية، لأنه هناك الكثير من المحللين الذين توقعوا أن تكون خسائر هذه العملية كبيرة للغاية، سواء من الجانب الفلسطيني أو حتى من الجانب الإسرائيلي. عندما بدأت العملية البرية بمحاولات للتقدم، يعني عناصر المقاومة واجهت ذلك بتدمير يعني جرافتين ومدرعة. أعتقد أن التوغل البري تم على مدى عدة محاولات عبر العديد من القطاعات. أعتقد أن هذا كان تمهيدا للعملية الواسعة. أعتقد أن قوات المقاومة يعني عندما لم ترد على العمليات الأخيرة
كان هناك بالفعل عمليات قر وفر، أعتقد أن الأيام المقبلة ستكون صعبة بالفعل على قطاع غزة. نعم، إذا ما تحدثنا أستاذ صلاح عن الجهود المصرية المتواصلة لوقف إطلاق النار ودخول المساعدات إلى قطاع غزة والعمل على إحياء عملية السلام، هذه هي الجهود المصرية، ولكن على الأرض نتابع الآن هذا القصف الإسرائيلي الأعنف منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وبدء الهجوم البري وانقطاع الاتصالات وانقطاع الإنترنت. يعني قراءتك لهذه التطورات، هناك جهود مصرية مع دول صديقة ودول شقيقة للعمل على يعني إحداث وقف الإطلاق النار، إحداث نوع من التهدئة، وعلى الجانب الآخر نجد على الأرض أن هناك تصعيد إسرائيلي ويعني هذا الاجتياح البري وأيضا هذا القصف اللي بيعتبر أعنف مثلما ذكرنا وتابعنا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. طبعا هي جهود مصر متواصلة منذ اللحظة الأولى لهذه الاعتداءات، الجهود المصرية لم تتوقف يوما. الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى الكثير من الاتصالات، استقبل كثير من الزعماء والقادة خلال الأيام الماضية كما شاهدنا، تلقى الكثير من الاتصالات وأجرى الكثير من الاتصالات بهدف رأب الصدع وتخفيف يعني والعودة إلى الاستقرار ومحاولة يعني أن يكون هناك موقف عقلاني مما يحدث داخل قطاع غزة، الأمر الذي بالفعل بذلت معه مصر والقيادة المصرية بما تملكه من حكمة وقدرة على توصيل أن المنطقة بالفعل مهددة بحالة عدم الاستقرار إذا ما استمر هذا النزف الحاصل على قطاع غزة، نظرا لتداعيات المؤسفة التي بلغت بها حد المواجهات سواء داخل القطاع أو من المواقع القريبة منها، الأمر الذي قد يهدد بتوسيع دائرة العنف داخل المنطقة وقد ينعكس سلبا ليس فقط على منطقة الشرق الأوسط، ومصر تستشعر ذلك بطبيعة الحال بحكم موقعها الجغرافي وموقعها الإقليمي. أعتقد أن القيادة المصرية والإدارة المصرية كانت جادة بالفعل، لأنه تصعيد الأمر داخل قطاع غزة من شأنه إحداث حالة من عدم الاستقرار قد تتجاوز المنطقة برمتها، قد تنعكس سلبا على بعض دول العالم سواء من الهجرة غير المشروعة أو تغذية منابع الإرهاب في عدد من الدول أو غيرها. القاهرة حذرت بدورها من أن يعني الاستمرار في دائرة العنف من شأنه أن يؤثر سلبا على دول المنطقة وقد يمتد آثاره السلبية إلى العديد من الدول الأخرى. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ صلاح مغاوري نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لك.